الأجداد، فذلك يا أخي خير من الأموال والولدان، وخير من هوى الدنيا وما ازدانت من البنيان، وما في البيد من حمر من النعم رفيع الشان، فدعوتنا إلى الرحمن لرب واحد ديان، بموعظة وإحسان وجنب لين وحنان، بها نلقى سعادتنا ونلقى الروح والريحان. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي في الله في حلقة متجددة من حلقات برنامجكم حمر النعم. هذا البرنامج الذي هو مخصص للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بلغات مختلفة، والذي حقيقة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل تفاعلكم آتى ثمار جميلة جدا، وكما ذكرت في حلقات سابقة لا زلنا نطمع في المزيد، والمؤمل في الله سبحانه وتعالى أكبر من ذلك. ثم بجهودكم جميعا وتفاعلكم وتعاطيكم مع هذا البرنامج ونشر إعلاناتكم، ورأينا بعض الأخوة والأخوات الأفاضل الأكارم ينشرون إعلان هذا البرنامج، فكان الأثمر هذه الثمار الطيبة المباركة. في هذه الليلة الطيبة المباركة سنقول سيكون حديثنا مخصص للمتحدثين بلغتين، اللغة التكرينية واللغة الأمهرية، خاصة في للجالية الأثيوبية فقط والأريترية أيضا، يعني فهذه يعني فرصة كبيرة جدا يا أخوان، وأنا أقول حقيقة فرصة كبيرة للجميع، سواء من يجلسون في البيوت، أن الله سبحانه وتعالى يسر لهم مثل هذه المنابر الدعوية، أن يأتونهم الدعاة في هذا المكتب في هذه القناة الطيبة المباركة، حتى يعني يوعون بين أيديكم ويحملونكم جزء من واجب الدعوة الله سبحانه وتعالى. كل ما عليكم أخواني وأخواتي الأفاضل الكرام، إذا كان عندك أحد يتحدث باللغة الأمهرية أو اللغة التكرينية، تسمح له وتسمح له في الدقائق القادمة يتابع هذا البرنامج، لعل الله سبحانه وتعالى أن يمن على قلبها وقلبها وبالهداية يفتح بصائر قلبه. تعرف أحد عنده أحد يتحدث من هذه اللغة، بادر الآن باتصال، بادر أختي باتصال، أكسب الأجر العظيم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أنا لا حقيقة يفوتني أن أذكر يعني إن هذا البرنامج، وأنا أشكر الأخوة الأفاضل الأكارم في مكتب الدعوة وتوعية الجاليات والربوع على رعايتهم الكريمة لهذا البرنامج، لا حرمهم الله سبحانه وتعالى الأجر. في هذه الليلة أرحب بشيخنا وأخونا الشيخ صالح أبو عبد العزيز. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام، حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا. صالح سعيد من مكتب الدعوة وتوعية الجاليات بأم الحمام والمعزر. نعم. والشيخ محمد حسن. السلام عليكم الشيخ محمد. عليكم السلام. الشيخ محمد من يعني انت زعلان علي من زمان طبعا، انقطعت انا منذ زمن طويل، الشيخ صالح لا يغيب يعني حقيقه، لكن هذه يقول ضريبه الحب من جهه واحده. بارك الله فيكم وبارك جهودكم. المشايخ الكرام، انتم الشيخ في مكتب الدعوه وتوعية الجاليات في ام الحمام، نفع الله بكم. يا شيخ حقيقه بعض الناس يعني قبل ان ندلف الى محاور موضوعنا، طبعا نحن نتحدث في الدعوه الله سبحانه وتعالى، لكن الناس بعض الناس يقول يعني هل تفاعل يعني مكاتب الدعوه الان، وخصوصا لما الان بدات قضيه التخصص في جوانب مهمه من الدعوه، يعني بعض المكاتب جعلت فرع الجاليه الاثيوبيه، الجاليه الاريتريه، الجاليه الفلبينيه، بعض الناس تخصص في الصينيين وغيرها من الجاليات، هل رايتم يا شيخ ان في ثمار لهذه المكاتب في يعني في واستجابه الناس؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حقيقه هذه التخصصات لها نتائج طيبه، كما انتم الشيخ متخصصين في بطحة خاصة بالفلبينيين، والآن المكتب ما شاء الله مكتب الدعوة أم الحمام متخصص بالأفارقة، وهذه الآن الجهود صارت يعني متزنة، وأيضا الناس يعني الجمهور إذا كان عنده خادمة أو خادم يتجه إلى أين، يعرف الآن المواقع. جميل. إيه نعم، إذا عنده من الأفارقة يأتي إلى مكتب أم الحمام، وإذا عنده الصينيين هكذا الحمد لله، هذه لها ثمار. لكن أقصد تجاوب الناس يا شيخ، رأيت لها ثمار وتفاعل الناس. إيه نعم، إيه نعم، سواء في أوساط السعوديين أو كما ذكرت الأخوة الأفارقة. نعم نعم، طبعا في أوساط السعوديين ولله الحمد الآن عرفوا مواقع مكاتب الجاليات، ويعرفون أيضا بماذا تخصصوا،
وهذه حقيقة لها ثمار طيبة. طيب في تجاوب من الناس؟ نعم. سواء من الكفلاء أو من المكفولين. نعم، الآن المكفولين ولله الحمد خاصة بمناسبة الحج يأتون ويسألون ويستفسرون عن أنواع الحج وأحكام الحج، وهذه هي حقيقة لها ثمار طيبة. يعني أقول المسلمين وغير المسلمين يأتون لكم الآن. نعم نعم ولله الحمد. وتوافق في القول الشيخ محمد. نعم جزاك الله. مشايخ الكرام، دعنا حتى نستغل الوقت. طبعا نريد أن نتحدث فقط تعريف الآن سريع جدا، كنا في دقيقة دقيقتين فقط، ثم لدينا محاور مهمة جدا، خصوصا في أيام عشر مباركة فضيلة، وهذه من مواسم الخيرات لهذه الأمة المباركة، اختصها الله سبحانه وتعالى من موسم إلى موسم خيرات، فلا يكاد ينقضي موسم حتى يبدأ موسم آخر، وهذا من سعة رحمة الرب سبحانه وتعالى، ويعني منزلة هذه الأمة عند ربها متى ما قامت بهذا الأمر استغلته الاستغلال الأمثل. شيخ صالح، دعني أقول الآن في يعني عجالة سريعة فقط كمدخل نبين قضية التوحيد. نعم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بلغة تكرينيا ولا الأمهري؟ والله أنت ألزمتنا اليوم تكريني يا شيخ. أنا قلت الشيخ محمد حسب هذا. ما شاء الله. طيب حجي كمزي شيخ قلت وصنحو كم توين أم توي كن أدخل نابس بروغرام الله أكبر الله أكبر إلو جميرو مالتيو زين تايز رد أنا مالتيو لعلو كلو زعابي نملقون نقزون حدا الله سبحانه وتعالى، لأنه نحنا تفتيرنا دلنا أبز عالم الزلنا نقويتانا خنفلتن بتزازنا يقويتانا خنكايدن نزينا تفتيرنا إذن كنزيئاتن دلنا يندماني كلو كابمولو عالم أب مكة ترخيبهم حج زفوت أمولو زلو وقيزيئيو إذي انتا إذا رد انت لألكا تعظيم الله عز وجل توحيد الله عز وجل إن الله سبحانه وتعالى عبيته مفلات سمايات المريت فتأر زخوني نعناز فتأرنا كومو دماني تإزازات ناتو حرائي الكام قبال انتا إذا ردانا باروت مخانا نحنا يترفدو كالي أب كبابينا زلو كنونو ننفسنا وين أينوننا نمالتيو أبتز دليو قويتا تعنا هبكا حمام وردلكا كومو دماني أبتاز وستن الكعدم دماني كابز الدنيا كابز عالم زي دماني تفانو إذن إذي انتا ردانا مالتيو نحن عبيد لله عز وجل إذن نعود رحينا خنجزاء زلنا الله عز وجل كل جزية الله حنت تقصي أب قرآن الكريم بزح جزية الدجاج مالتي كلهم نبيات حزم ما دموتوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نحد قوي تقوم تجوزوا نحد قوي تقوم أملك تبل كاب أبونا آدم جمير كا نوح ديو موسى ديو عيسى ديو مدم دم تؤم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نزي حزم دموت يوموني إذا قد يزيع أتبعنا كن مميان نعاقن استبهال اللان إقبالنا مالتيو. نعم جزاك الله خير. هذا كان باللغة التكريمية. نعم. نذهب للغة الأمهرية شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بمجمرة انقري مقبي علي نتقلصو تكبيرة أدرقو نمبر شيخ يجمروت يهدق مو أهوني على نبت نقزي يمي أستاوسنا الله بزو السن من نام الكبت نعقات عميو تشامل رمضان كتوسن ورات بفي تسلف النبرة አሁን ደግሞ ሌላ የሐጅ አጋጣሚ ፈጥሮልን በእነዚህ 10 ቀናቶች ውስጥ የሚሰሩ ብዙ መልካም ስራዎች አሉ። በጣም ከባድ ምንዳ ያላቸው ትልቅ ደረጃ ምናገኝበት ነው። ከነዚህ መልካም ስራዎች መካከል አላህን ማላቅ ነው። የሱን ብቻኝነት የሚያረጋግጠውን ቃል ማስተጋባት ነው። የሐጅም ተግባር ሲፈጸም አንድ ሰው ወደ ሐጅ ውሳኔ ከገባ በኋላ መጀመሪያ የሚያስተጋባው ቃል አለ። ለበይክ اللهم ለበይክ ይያለ ያ አቤት ጌታዬ በድጋሚ ጥሪህን እቀበላለሁ ይያለ ያአላህን ስብሐነሁ ወተዓላ ብቻኝነት የሚጣራበት ሁኔታ ነው ያለው። በተለይ ይህ የሚያስገነዝበን አንድ ነገር አለ። ፈጣሪ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ እኛን የፈጠረን ለአንድ ታላቅና ልዩ ዓላማ እንደሆነ ነው። ይሄን ልዩ ዓላማ ምናሳካበትን የተለያየ አጋጣሚዎች በተለያየ ጊዜና በተለያየ ሁኔታ ያመቻችልናል። ከነዚህ አጋጣሚዎች መካከል እሱን በየዕለቱ እንድንገዛው በሰላቱም በጾሙም በሐጁም በተለያየ ተግባራት እንድንገዛው ነው። ይሄም የፈጠረብን ትልቅ ዓላማ እሱን ብቻኛ አድርገን እንድናመልክ ነው። እኛን የሰው ልጅ እንዲህ አሳምሮ የፈጠረን ካልነበርንበት ያስገኘን ሙሉ ውበት ሰጥቶን ሲያበቃ ወደዚህ ምድር ያስገኘን ትልቁ ዓላማ እኛ እሱን ብቻኛ አድርገን መገዛትና ማምለክ እንድንችል ነው። ይሄን ዓላማ የማሳካት ግዴታ አለብን። ይህ ጥሪ ወይም ደግሞ ይህ ዓላማን ተግባራዊ ለማድረግ ወይም ደግሞ ለማረጋገጥ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብዙ ነገሮችን አድርጓል። ነቢያቶችን ልኳል መጻፍቶችን አውርዷል። እነዚህ ነቢያቶች ሁሉ አንድም ያደርጋቸው
عندك الله الله ببتشينت عندنا ملك عندنا جزاء ما استمرنا ودزي ما ترني ما درنا كباتاتنا آدم جمرو اسكما ترشاو نبي نبياتنا محمد صلى الله عليه وسلم درس يالو تريه هنا عند وقت ما درقاته هنا يتن يوم هايمانوت يالتلا يبت مسارتاو ييان داندو نبياتوش يمجمران نامج الرشاة الرياتو هنا مهلا يالو يملكو تفتس عصم زرزر هنيتا لله يبيشلم على ما هنا قبوغن اللهن ببتشنينت مجزاتنا مملكنا يهنم يتفتر نبتن على ما سانزانقا تلا سانل سانل سانف بكت التالة ما الساكات الله يتلايو سقاوتشن عما شاشتو لنا النزين سقاوتشن يوالي لنن ولتها مسارت ممارك السنبة بيتشنجن نت مملك اندال لبن يميا استمرنا يميا الرقاق تجعباتشون يتاني اللو مالتنا جزاك الله خير شيخ صالح. الآن الأيام هذه يعيش المسلمون يعني أيام عشر مباركة بالإضافة إلى أنها أيام الحج خادمة الآن بداية الحج. طبعا كثير من الناس خاصة أقصد غير المسلمين هو ما يفهم حقيقة هذه الرسالة ومظاهر التوحيد سواء في التلبية لبيك اللهم لبيك أو في قضية الاستجابة لنداء إبراهيم عليه السلام لما قال رب اجعله أفئدة من الناس ويعرف أفئدة الناس تهوي إليهم. القضية الثالثة أن حقيقة أو رسالة الإسلام هي امتداد لدعوة الأنبياء والرسل. إبراهيم عليه السلام دعا بدعوة التوحيد لما كان يدعو إلى دعوة التوحيد دعوة عبادة الله سبحانه وتعالى، ولهذا أنكر أبوه آزر وقومه أنكروا على إبراهيم هذه القضية قضية التوحيد، وهي قضية حقيقة ينكرها كثير من الناس من نشأ على اعتقاد والديه بدون أن يفكر فيها أو فقط قالوا إن وجدنا أباءنا على أمه وإن على ثارهم المهتدون. فنبين حقيقة نريد أن نبين في عجالة يا شيخ أن هذه الأيام العشر المباركة هي من الأيام العظيمة عند المسلمين والتي اختص الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، وأن هذه الأيام هي امتداد لدعوة التوحيد إبراهيم عليه السلام لما دعا لهذا القضية لقضية توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم مظهر آخر في الحج شيخ اللي هو مظهر الأخوة الإسلامية في هذا الدين العظيم، أن كل الناس من أقطار الدنيا يأتون إلى مكان واحد وفي زمان واحد يعبدون ربا واحد ويأدون شعائر واحدة كلها متحدة. تفضل. جميل جزاك الله خير. نعم كمزي شيخنا زبولو حدي عبي أقدس زخنة كنت حجي تقيسو من الانتايو زي حجي زلنا يكنزي قداي نحاجي كملو عالم كابستفال عليه بوتاتات زكبولو أسلام أبزي جزيزي أبحاد بوتاتا أكيبهم كمتي أبستفال عليه عالم كونهم أبحاد أنفت كونهم دساقدو دتسهمو زنبورو حجي دماني أبحاد بوتات دماني بملايين هزب دماني ترقيبو دماني عبادة زكاي دوليو أمو منالبات توم دي إسلام زخونو نزعين زي بمنتاي ملكوت وخونو تخقلت قلهم دلو انتاي زبولو بزوح روق حيتاتات زكيرو مالتيو حادي كل هزبي تأكيبو أبحاد بوتا خوينو درقاقوت أزولو انتاي انت دعيلكا انت دعا استباهلنا لا لبيك اللهم لبيك تبال مالتيو او قويتانا نسخة أخافت أرينا نسخة أخابز عالم زي عمتخان نازلخا أبتزد لخيو ساعتين بوتان دمان نسخة دماني توزداد خونكا زاهي وتزيئا بجيكا خا قويتا بجيكا خافت أريلن نعخات رحينا نمر لخيلوم بقالاتو من بلبو من دعمنو زي مالت زي وعلولو حادي فولي زي خواني عارف أستبها لبوتا اللو مالتيو ازي بوتازي بزوح نقراتي حيزو زولو قبلنا تسنيحو شخنا انتايو حادي توحيدنا يا رب سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى حادة مخانو زقول تسولو هزبتات تأكيبهم مالتيوم كال اي دماني ازي مرحايو ازي تمرحايو زبهال ابكد مع الله سبحانه وتعالى كم زي اللي مرحي هاقر زخنن بعال سلطان زخنن كلاتهم حادة عينت كدان لبيسوم حانت نتسألان حانت شرط انجيروم كلاتهم دماني بجيكا خالي نملخو يبلنان زبلو الدماني ناي سمرتن ناي حادنتن زر ايلون زقول حالون جيزي اي مالتيو ازوين انتا ازرد انا مالتيو اتي تباقي ناي اسلمنا ناي اسلمنا خنب الكلنا ناي نبي محمد صلى الله عليه وسلم تراح يكونون قدميهم زنبورو عيسى ديو يوسف ديو موسى ديو ابراهام ديو كلاتهم ازبوتازي ديبوت حوا يكونون ابراهيم عليه السلام نسيئو نزبوتازي زت السؤو مالتيو كومو دمان سيدنا موسى كومو دمان سيدنا عيسى حتى النبي صلى الله عليه وسلم حاج كغوبر خولو ابزابو تازي عيسى يسوس كرستوس مالتيو ابزابو تازي ك
كبتصحن كله كمي كم زبله ربنا يجيروني موسى كمي كم زبله ندابولو النبي صلى الله عليه وسلم يزاربوني روم أمو زبوتازي بوتاني نبينا محمد بوتاني وسنا ديكوني بوتاني أنبياءي إبراهيم قدمي زنبور بوتات عبز بوتازي متي أم نا الله سبحانه وتعالى حدا مخانو زغل صلو بوتاي زي جزي زلناي نبحكي بزوح تستنتنلون بزوح تمهارلون إمو بقليل نجر كن رؤية بلنان مالتي نعم شيخ الله يجزاك زين بارك فيك بارك الله شيخ محمد بسم الله الرحمن الرحيم أهون يعلن بتحقات أمين دم يتوقع وباهون ورست يعلم مسلمات هلو ويم بعلم لا يعلن سو هلو مياك أو يعلم مسلمات وده عندك تاج أيام يتم مبت بكفتن يعني كتر يم يجابو بتحقات أمين على عند مليون هلت مليون مكة تسبسبوا الله سبحانه وتعالى ببتشن النت يعمل كله حقيقة يه يحج تكبر مسلم يهون وميهون مسلم يهون وميهون يالهون وقن بعدتك علي ما وكي متبك بتنقر على مسلمو يسلمنا عند كفل انده هنا يهن بتككل ياوك علي الرجال مسلم يالهون وقن وش دمو بتج أماري يزيه يحج وانا ملكت ما استوس بزياق قات أمي أسفل لقال يه بتلي عون يقبان بتور يهولد تنياوك الله ينقن يالن عصروك أنا توج الله زند تلك درجة لو ملكام سرا يسرع من داو اطف درب يميهون بيت ليو عقات أمينو يهي حج تقبارات من نشاو تايزو يمتاو كعباتاتشن كنبيات توج عبات من بالك ميتاوكوت أبراهام ويم نبي الله إبراهيم يا الله صلاة الناس سلام بساتة وليهوننا يجمرنو ببرها ميدالي جو بالميدالي يهين بيت سيقنبو يكعبان كعبان سيقنبو مسر السيطلو ما نميمت على مسراتهم نبر الله سبحانه وتعالى سويت متهو يهين بس بيت اللي قبنيو أنين عندي عملكو ترى عدر قلني بلو بميلات شو جزي عنديت نومي سموت بلو نبر الله سبحانه وتعالى من الدنيا له أنت تتعرى مدرس ينيا سرنا ينيا درشانو بمالت سويت كله ورزيك تجان دي تمو مينس أبارك وترلق نجروج عندالو بتي عسيا ليه هلا تعبي نجروج مينس أبارك وبتال بتككل كمينس أبارك وبت ويم دمو كحد قبلنا على موج مكاكل يمجمرا ويا الله بتشنيا فتاري النت بتكبار ميهون بكال مسلمو هلو بعند ود أقوام يمي قلت صبت ليو عقات أمينو بعلى ما تشلل يهين يمسلا هلونم يمي سبسب هاي ما نوتيلم بتشنيا هاي ما نوت تسلم النانو يهم ونتين النتنا يترقى عقات أمهونو كفتاري مهونو كمي عرقى عقاتو قلت صتاوش مكاكل عندنو حج تكبارن كجمرو ساعة جمرو اسكيات تنككو قزي درس يمي بالوت ذكروت يمي درقوت انكسك آسيوت هلو يا الله اللهن ما ودس فتاري النتون مالاك كما قهرات ماطرات لمسالي عند سو حج لمارك كوسنا بوهالا تتكون اولوكو بتلي وندو شرط الناك لاي اندنا تلامي لبسبت بوتال كزا ساعة جمرو لا الله ميستقبو تالو مسلمو تشلو بعلم بكوانكو ما يقبابو بملك ما يقنانيو بمنم يه اسلمنا عند درقوم يقنانيو اتشو عندنا طبال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بلو يهن يستقيل له هلو قيتاي هوي ترهن تكبنا أبيت بنا متنال أبيت قيتاي مسقانام لانتا يقبال سقام يانتنو أنت من المقار يلهم تغاري يليله بيتشنيا ملاكنه بلاو ياستقبالو يهين هولم باند دمس عربنيا ميچلوم مايچلوم يهين ياستقبال يفطارين اندنت بزينت ملكو يارغاغطال هولم تكباراتوش لاي مكام تغبتو طواف سيدرك طواف ميبالو كعبا زوريا ماشكركرو تطر سيورور يتلايو يحج تكبارات سيفصم يا اللهن يلاق ماننت مارغاغچانو انزي النزيه هذا اللي مملكه تاتشو ويم النزيه دينجان لنا ملك ويم يهونا نجر مملكة هذا اللي يلكونس الله ما استعوسنا ميفلق بيت يهت اللي قلص تاي استوالا ليلو يا عند النت مسلموش بعند فتاري تزاس سرس كهيرو كزي درس يعني بياتو تشنت الرس كتكتلو كزي درس وات اندم يهونونا عند اينا تاقوا من دالاتشو يميانس أبارك ليو عقات أمينا ليو الدلنا جزاك الله خير بارك الله شيخ صالح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى أقسم بهذه الأيام العشر قالوا الفجر والليالي العشر والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن في حديث عظيم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها عظيمة قال ما من أيام من العمر صار فيها حبة إلى الله من هذه العشر قالوا الجهاد في سبيل الله قالوا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله نفسه فلم يرجع منه شيء فلم يرجع منه شيء وهذا يبين مكانة هذه الأيام وعظم العمل الصالح فيها وكبير الأجر المترتب عليها أنا حقيقة أريد أن ألفت انتباهها مهم جدا يعني سواء للمسلم الآن أنه يبادر في الأعمال الصالحة يشتغلها وأنا أريد حقيقة أن نركز على غير المسلم فقط إن هذه الأيام أيام عظيمة والله سبحانه وتعالى يحب العمل الصالح فيها ويجزي عليها خير الجزاء ويثيب عليها ويضاعف الأجر فيها
فأفضل شيء أنه من أفضل الأعمال الآن إذا كانت الدعوة والعمل الصالح فالتوبة إلى الله الآن والإقبال والاستغفار هذه من أعظم الأعمال التي تحبها الله سبحانه وتعالى. فغير المسلم الآن يعني فرصة أنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويؤوب يستغل هذه الأيام قد ما قد يعني ما يوافيها السنة القادمة، ما يقابل السنة القادمة. تفضل يا شيخ. نعم طيب نأخذ فاصل يا أخوان عشان ما نقاطع الشيخ، سموه أبشر. طيب نستأنف يا شيخ، خذوا خلوا فاصل. أخواني وأخواتي الأحبة الأفاضل، فاصل قصير نعود بعده لاستكمال باقي محاور موضوعنا فكونوا معنا. وذكروا من تعرفون أيضا يا أخواني أخواتي الأرقام تظهر تباعا على الشاشة الآن، أرقام دعاة الله سبحانه وتعالى مختلفين من جنسيات مختلفة من لغات مختلفة، كل ما عليك سجلي أو سجل الرقم واتصل وادعو من أيديكم. كونوا معنا بعد الفاصل. بها نلقى سعادتنا ونلقى الروح والريحان. هذا البرنامج برعاية هل أثقل كاهلك ترتيب أمورك المالية؟ سعادتنا ونلقى الروح والريحان. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بعد الفاصل. أذكركم يا أخوان نحن نتحدث الليلة باللغة التقرينية واللغة الأمهرية، من بين أيديكم ادعوهم يعني واتركوا لهم فرصة يتابعون. وذكروا من تعرفون أيضا أرقام الدعاة الآن تظهر على الشاشة تباعا، اتصال وفي انتظار اتصالاتكم على الهواء ونطق الشهادة على الهواء. أنا أذكر يا أخوان وأخواتي الأفاضل الأكارم أن هذا البرنامج برعاية كريمة برعاية كريمة مكتب الدعوة تبعية الجاليات بالربوة. في هذه الليلة يا حقيقة نسعد ونشرف بضيف كريم فضيلة الشيخ إبراهيم العلي، وهو المشرف على مكتب على موقع دار الإسلام التابع مكتب الدعوة بالربع. السلام عليكم شيخ إبراهيم. وعليكم السلام. حياكم الله. نرحب بك يا شيخ. قبل أن نخرج إلى تقرير عن الموقع ثم نعود لاستكمال يعني المحاور التي بين أيدينا، فنخرج إلى تقرير بسيط. تفضل يا أخوان. دعوتنا إلى الرحمن برب واحد ديان بموعظة وإحسان. إدارة دار الإسلام مشروع متكامل لتقديم الإسلام بصورته الصحيحة عبر مجموعة من المواقع الإلكترونية المتخصصة في نشر الإسلام وفق مادة علمية مدققة ومراجعة بأكثر من 115 لغة على شبكة الإنترنت وتقنيات النشر الإلكتروني الأخرى. إلى الرحمن برب واحد ديان بموعظة وإحسان وجنب لين وحنان بها نلقى سعادتنا. السلام عليكم. طبعا هذا كان التقرير مقتضب لأن الشيخ معنا وهو خير من يلقي الضوء لأنه هو المشرف على الموقع نفع الله به. طبعا أنا لقطت معلومة أخيرة هي 115 لغة التي في الموقع، لكن أنا سأذهب إلى الشيخ إبراهيم وهو خير من يتحدث عن هذا الموقع المبارك والذي حقيقة طار رصيته. لكن قد يتساءل يعني يتبادل لذهن الكثير يا شيخ إبراهيم يعني يسمع موقع دار الإسلام، فلعل مشاهدين الأفاضل الكلام يسأل يا شيخ إبراهيم وش هالموقع، عرف عطنا نبذة تعريفية يعني هالموقع، خلنا نعرفه وشو. الله يحفظك الله عليك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. موقع دار الإسلام وموقع إلكتروني على الانترنت أطلق عام 22 هجرية، بداية عام 22 يعني لها الآن أكثر من 16 سنة. هو عبارة عن موسوعة إلكترونية على الانترنت، هو يعتبر الآن الحمد لله يعني أكبر مرجعية للتعريف بالإسلام، مرجعية إلكترونية للتعريف بالإسلام على الانترنت. يعني الانتاج الذي يحصل عليه طبعا بالاستعانة والتعاون والشراكة مع الجهات الدعوية داخل المملكة وخارجها. الآن كما ذكر في التقرير هو بأكثر من 100 لغة الحمد لله. الملفات الموجود فيها أكثر من 140 ألف ملف دعوي ما شاء الله، بأكثر من 60 ألف عنوان. الموقع طبعا هدفه الرئيس هو التعريف بالإسلام لغير المسلم وتعليم المسلم ما يلزم في أمر دينه. نحرص في الإطار الرئيس لما يلزم المسلم في أمر دينه والتعريف غير المسلم بالإسلام.
الموقع يعني يستعين كما ذكرت بالجهات الدعوية والدعاة، الحمد لله يعني أكثر من 600 جهة جهودها موجودة في هذا الموقع، فالموقع منكم وإليكم، من الجهات الدعوية وإليها، فهو يعني يستفيد من إنتاجها وينشره، وأيضا متاح لأنها مرجع هو مجانية، موسوعة مجانية، فيتاح أخذ الإنتاج وإعادة نشره. أيضا المكتب شكل فرق كبيرة كثيرة جدا يعني لعشرات اللغات لإنتاج المحتوى التي تحتاجه الساحة، يعني يبقى أن الساحة فيها جوانب قد لا تغطى أو لا يتيسر تغطيتها، فنعمل على سد الحاجة الدعوية في هذه الجوانب ونجتهد فيها الحمد لله. والحمد لله الموقع الآن أصبح مرجعية يستفيد منها مئات المواقع، فيعاد نشر إنتاجه في مئات المواقع بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا من أهم الأهداف اللي هو أن نقرب الدعوة للراغبين في الدعوة سواء من الجهات أو الأفراد، وهذا هو الحقيقة الهم الرئيس والهدف الرئيس الحمد لله نجحنا فيه. أيضا إثراء ساحة الإنترنت بالمحتوى الموثوق باللغات التعريف بالإسلام، فالعالم يعني الفضاء المعلوماتي الآن أصبح هو المصدر الأول للمعلومات، والناس والراغبين في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر هذا الدين هم مئات الآلاف بل مئات بل قد يصل إلى الملايين، فالحمد لله أن نوفر لهم هذه المرجع الذي يأخذ بثقة من المواد الموجودة في الموقع ويعيد نشرها. طبعا هناك خدمات عديدة في الموقع جدا عديدة، من دخل الموقع يستطيع أن يتعرف عليها، سواء تسهيل السحب ما في الموقع سواء بالجملة كما يذكر بحسب المادة، يستطيع كل مادة في الموقع معرفة باللغة الهدف وأيضا باللغة العربية، فيتيح يعني يسرنا الدعوة للناطقين باللغة العربية لدعوة أي لغة مستهدفة بسهولة، وهناك تعريف نبذة تعريفية عن كل مادة، فيسهل معرفة ما يناسب كل مستهدف، وهذا طبعا هو الواجب الحقيقة على الجميع اللي هو أنه يسهل يعني يتحرى ما يناسب المستهدف. طبعا لدينا الحمد لله الآن طموحات كبيرة ضخمة جدا، نريد نأمل ونسعى ونجحنا بكثير من الجوانب أن نغطي جميع اللغات الحية، الحمد لله تجاوزنا 100 ولكن لا زال هناك لغات ولا زال هناك شعوب لم يصلها الإسلام بإسلام الصافي، فهناك غبش ويعني تشويه لصورة الإسلام في كثير من المحتوى المتداول على الإنترنت، فالمكاثرة بالمادة الموثوقة من خلال مرجعيات موثوقة هذا هو يعني من أوجب الواجبات، لأن يعني أقل أمر لابد أن نؤديه واجب أن نبلغ الناس دين الله سبحانه وتعالى بصورة صحيحة، هذا أعظم شيء نيسره الناس. الآن الحمد لله لدينا فركزنا على ترجمات معاني القرآن الكريم الموثوقة نيسرها للناس بكل صورة سواء تحويلها نصيا أو اختيار الأوثق الترجمات، أيضا الأحاديث النبوية يعني هذا من أولوياتنا في عملنا، فالإسلام هو الكتاب والسنة، وأحوج ما يكون شعوب الأرض لمعرفة النور، نور الموجود في القرآن الكريم وكتاب السنة قدر الاستطاعة، فالمفسر يفسر كلام الله سبحانه وتعالى ليفقه المستهدفين ويصلهم هذا النور، أيضا المترجم يعني يبلغ بما يستطيع من نقل المعنى إلى المستهدفين في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا ما نجتهد فيه الحمد لله في الموقع. والموقع أيضا كما ذكرت أن هناك فيه أبواب كثيرة لمن أراد أن يتعرف عليها قد يطول يعني التفصيل فيها، فنكتفي بالدخول على الموقع وإن شاء الله تعالى المشاهدين يعني يحرصوا على هذا. جزاك الله خير شيخ إبراهيم، أنا لاحظت حقيقة ملاحظات سريعة جدا أذكرها حقيقة في مجمل كلامك، يعني جهود جبارة 115 لغة تقريبا، ذكرت لأنه من عام 22 هجري، وذكرت أنه موسوعة إلكترونية، وهذا يعني من واقع حديثك أنه فعلا موسوعة إلكترونية وهي اتضحت الرؤية أمام كثير من الناس. ذكرت شيء يعني جميل جدا وكبير، وأنا يعني خلاصة حديثي سآتي إليه شيخ، لكن ذكرت 140 ألف يعني عنوان دعوي أو كذا ملف دعوي
وذكرت انه هنالك يعني شيء عظيم، انه 600 جهه دعويه هذه جهودها موجود. نعم. في النهايه شيخ انا اتي للخلاصه من هذا كله، ان هذا يعني المحتوى موثوق، وهذا ما نحرص عليه الان يا شيخ في مجال العمل الدعوي، خصوصا في مجال العمل الالكتروني. يعني هذه قضيه هامه جدا. طيب يا شيخ انا الحبيب، لو اتى الشخص الان ورجل عنده رغبه، اخت عندها رغبه، وقال طيب كيف استفيد من موقع الان دار الاسلام في تعريف غير المسلمين بهذا الموقع، او كيف استطيع ادعوه من خلال هذا الموقع يا شيخ؟ طيب الحمد لله. الموقع بني، ومن اهم اهدافه ما ذكرت حفظه الشيخ، الموقع يعني كل ماده دعويه في الموقع كتب لها نبذه تعريفيه وتوصيف باللغه العربيه، هذا أول أمر. وأيضا هناك تصنيف للمواد الدعوية، والمواد المحتوى الموقع فيها مرئية وفيه مكتوبة وفيه مسموعة، وأيضا فيه بعض التصاميم وبعض فبإمكان الزائر أن يدخل للموقع ويدخل للغة المستهدفة باللغة العربية. الآن المحتوى في معظمه وجملته هو باللغات، هو الموقع باللغات اصلا، وان كان الجانب العربي لكن لا يشكل الجانب العربي الا نسبه بسيطه. فيستطيع ان يدخل على اي ماده من خلال الموقع بلغته، لان الواجهه عندنا بالمحتوى هناك واجهه باللغه العربيه وهناك واجهه لغه المستهدفين. فمن يعني يتحدث العربيه يدخل من خلال الواجهه العربيه. طبعا يتعرف النظام تلقائيا على اللغه الافتراضيه الموجوده في الجهاز، فمن يكتب الموقع islamhouse.com تاتيه الواجهه العربيه، islamhouse.com هذا طبعا هذا عنوان الموقع، فيدخل فيجد اللغات يختار اللغه. هذا بوجه عام، يعني تستطيع بوجه عام تختار اللغه، وهناك سهم في امام كل لغه تضغط على السهم يظهر لك كتب مرئيات صوتيات تختار ما تشاء وكلها معرفه. هذا باطار عام. لكن ايضا وضعنا تصنيف الموقع، التصنيفات العلميه ذكر في اعلى الموقع، تستطيع ان تدخل عليها وتختار التصنيف واللغه التي ترغب وتجد. فيما يتعلق بغير الاسلام، هناك عندنا تصنيف التعريف بالإسلام، تصنيف اسمه التعريف بالإسلام ضمن التصنيفات العلمية، تدخل عليه فيدخل لك أكثر يمكن من 2000 مادة خصصت للتعريف بالإسلام باللغات، وتختار اللغة تظهر لك اللغات. وكما ذكرت أولا المادة تظهر تعريف لها باللغة العربية. طبعا أنت بتوجهها للمستهدف، فتدخل على المادة ثم ترسلها للمستهدف المادة المنزلة. أنت اللي يهمك أنك تعرف المادة عنوانها ونبذة تعريفية عنها، ومحتوى المادة لا يلزم أن تعرفها، هذا مسؤوليتنا يعني القائمين على موقع دار الإسلام، فأنت ترسل المادة مطمئنا إن شاء الله تعالى. أيضا هناك في أعلى الموقع للدخول في الإسلام، هذا التبويب هذا وضعناه أيضا للتسهيل على اللي عندهم إقبال وعندهم رغبة في الدخول في الإسلام. فوضعنا أول شيء فيها روابط لأهم ساحات الحوار الموجودة، ساحات الإلكترونية اللي توفر خدمة الساحات الإلكترونية طبعا خارج الموقع. موجودة وموثوقة يا شيخ الآن. نعم منطقة نضع الأفضل الموجود، الحمد لله الآن متوفر شيء كثير من الحمد لله. فيستطيع الزائر أنه يدل من يريد دعوته لأحد هذه ساحات الحوار أو مواقع الحوار يتحاور معه. في نفس الصفحة في مثلا الدخول في الإسلام أيضا فيها كثير من الإرشادات والدلالة على كثير من الكتب التي تعرف بالإسلام وأيضا باللغات. فالمقصود بجهد يسير تستطيع أن تقوم بأداء الرسالة اللي هي تبليغ دين الله سبحانه وتعالى للشعوب. لكن أنا الحقيقة أنا أؤكد أنه يلزم على من يرغب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من خلال يعني المواقع الإلكترونية أو غيرها، أنه يتحرى. يعني تدخل على الموقع مثلا موقع دار الإسلام، تدخل وتبحث عن المادة التي تراها أنسب لهذا الشخص المستهدف. فأنت قد تكون أدرى قد يكون يعني بناء على ديانته السابقة، بناء قد يكون وثني، قد يكون ملحد. فالحمد لله في متوفر يعني كم من كبير الحمد لله في الموقع وفي تعريف، فتبحث عن ما يناسب المستهدف وترسله. لأن أحيانا يعني الإرسال العاجل بدون تروي قد ما يوصل الرسالة كما تريد. فما وضعت النبذ التعريفية ولا وضع التصنيف إلا لهذا الغرض، لغرض أنك توصل المادة المناسبة للشخص المناسب. جزاكم الله خير. إذن يا شيخ نقول القضية سهلة جدا الآن، مجرد يدخلون
طبعا هل يكتب بالانجليزي islamhouse.com او يكتب دار الاسلام بالعربي؟ كل هذا طبعا الان بعد محركات البحث جوجل وكما قلت تكتب دار الاسلام في جوجل بيطلع لك موقع دار الاسلام في البدايه، او تكتب الدومين، لكن المتيسر البحث غالب الناس من محركات البحث زي ما ذكرت فضل الشيخ يكتب دار الاسلام وتطلع له، او حتى يكتب اسلام هاوس بالعربي يطلع الموقع. الحمد لله الموقع الان سهل جدا، يعني اقول لا يوجد في تعقيد، جدا معروف لعامه الناس كلهم ان شاء الله، لا يحتاج الى انسان محترف حتى يبحث يعني. نعم لا يحتاج لأي شيء، لكن النقطة اللي أكد عليها أنه الداعي يحتاج أنه يبذل شيء من وقته ليعرف المادة الأنسب التي يرسلها المستهدف. يعني ما يكفي فقط أنه يجد أول مادة يرسلها، لا ترى كل مادة موجودة يعني يستهدف بها شريحة معينة من خلال قراءة تعريف بالمادة، تعرف المادة هذه يعني وش الأنسب هنا في هذا. بارك الله في جهودكم، الله يحسن، نفع الله فيكم، جعلكم مباركين، واستعمل الله إياكم في طاعته، وليس المستغرب على المكتب مثل هذه الجهود الجبارة، رفع الله قدركم، جعلكم مباركين. أشكر لك حقيقة هذه الـ يعني الشرح والبيان الجميل جدا، وحقيقة كل واحد من أخواني وأخواتي الأفاضل الكارمة الآن طرحت أمامه الرؤية وأصبحت الدعوة سهلة جدا، يتكلم لغة وما يتكلمها مجرد ضغطة زر ويدعو. نعم 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 شيخ إبراهيم جزاك الله خير، الله يتقبل منا وجهه، جزاكم الله خير، نشكر لكم وأحسن الله إليكم وحفظكم وعائدكم الأخوة جميعا في المكتب، نفع الله بكم، الله يحسن إليك، ونحن نعاد على أمثالكم يا شيخ من الأخوة الأفاضل، أنتم أهل الفضل، الله يجزاكم من فضل الله سبحانه وتعالى. طبعا أخواني أخواتي الأفاضل الكارم، نخرج إلى فاصل قصير، نعود بعد الاستكمال حديثنا باللغة التقرينية واللغة الأمهرية عشان ننشط المشايخ شوي، لا يبردون يعني شوي، كونوا معنا أخواني وأخواتي الأفاضل. بها نلقى سعادتنا ونلقى الروح والريحان. هذا البرنامج برعاية قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. مشروع خير الأيام ب365 ريالا تساهم في أجر المشاريع التالية: سهم في الصدقة الجارية، سهم في الوقف الدعوي، تشغيل المكتب كاملا لدقيقة، كفالة ساعة في مشروع، كفالة لغات دار الإسلام، سهم في التبرع العام للمكتب، سهم في مشاريع الجاليات والمسلمين الجدد، سهم في مشروع الحج. مكنون يا صاحب القدر الكبير أراك في صوتك الحاني يفيض نداك، بكلام ربي صرت ملء عيوننا طيفا حبيبا فاح منه شذاك. هذا البرنامج برعاية نلقى سعادتنا ونلقى الروح والريحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا أخوان أخواتي، أرقام ظهرت الآن، اتصلوا على الدعاة واسمحوا لمن لديكم يتابعنا باللغة الأمهرية والتقرينية. شيخ صالح، نعود قضية التوبة في هذه الأيام. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، قدما بلوم شيخ انتي تقيسم نيروم إذن معلتات زيئتن بزلنين ورحي ناي ذو الحجة كمتي أبا حديث ناي رسول صلى الله عليه وسلم تتقيس ذلو تندبلت أكن زيئتنين مالتين تي سناي قبرك سرح زدلي أبكالي معلتات دسرحون أبزن معلتات زسرحنين فولي درجة إيزلو دتعز أتفز خونلو درجة كمتي أبرو مدان إزي ورحزي بلوت إلنا نزار ولو زنبرنا إذن مع التاتزيات دماني عبيز خون بلج أزلو إيو الله سبحانه وتعالى وين بدلاي سلازم حل بزن مع التاتزيات وين محلو مالتيو نتاي تزيد اللي مالتيو كلو تي أبتي من قد كنع زلون كمن قد قنعنا وتي زلون كلاتنا نفت أرينا كن ملسال لنا
بزوح سبالو أبجيجا إذن حمو تي جنا هيوتو كيف فليت كلا ويتنفاسو كاب أكالو كيف فليت كلا نفت أريوكم الله سالو فت أريد ماني بتعمي روح روحن كومد ماني رحيم سلزخون دماني تقبل يقبلنا إمالتي ولذلك كل جزية عب قرآن الكريم كن كرر كلنا بسم الله الرحمن الرحيم دبل 214 معرفات له كله ببسم الله الرحمن الرحيم جميل له انتايو الله سبحانه وتعالى رحيميو روح روحي بتعم بباروتو يعني انت انا ابو تمليسمو يقبلوميو انت اخو مخوينو كلاتنا أنت عمن قدك إن عنا زلكا قدلتا زلكا قدلتك حجي نافت أريخة تمليسك محرة حتتقا أنت خبتق نوع من قدك من قد نبيات وتخاد الخادم ماني نتي إسلمنا تسألون تناقشون دل الخادم ماني إسك حجي قرب كل علك أسكر أيوخا توبتنا تو تملكعنا تو كمي مقانو إزي مسرع خادم ماني من الباشون كتمارخ تخلي خمالتي بل كتمارخها مخنياتو إذي إسلام النازي من قدي ناي نبياتي من قدي ناي محمد صلى الله عليه وسلم من قدي ناي عيسى من قدي ناي كلهم نبيات لزقونه نزي من قدي زي حنسب هدي الكاسك بحتي الكاسك رأيو إخا عمبو إخا تمرامر الإخا مالتيو سؤالك بتي مالت بدك سبات زمال أخات راح بوت راح كتقو عزيب الكان صباح نقوه أبقى المفتقاري كلاتنا تطوك نبلينا كتحتتي خا أبزع عالم زي بليع كان ساتي خان تنابير كان دحلف نيرو تزخون قليل نيرو انت خونا قن زنوحن ماج الرشادي بلون قال اي عالم سلزلنا نعوو دخونا كحجي كتملس عالكا أبتي من قدي نبيات حزم ودموتو نابو كتم عدو يزلكا مغنياتو الله سبحانه وتعالى رحيم يوروه روهي لنايو قن كابت من قدي قن عنا أب كحدت بفت أركي آمن أنت الأتراقي بوجن الله سبحانه وتعالى محرت هاي جبرلني مو نزق دايز دماني بزيادة سك أبزق نزسي مستي نإسلام وعو عزخونة أبحج زخدلون كبحج ملصلون ببحر بمريت بلا بأيرات دا جبر زق عزدلو سك أستبهلو اللي خا أنت أيز اللي دلو من قد نبيه دي بحق إلكا تمارا مرلموني نبتقون عدماني أما عدونا وتملس نبل مالتي نعم جزاك الله خير بارك الله فيك الفاصل سم نخرج إلى فاصل قصير هي يعني فاصل يا أخوان هذا الفاصل هو بشراكم اللي تعتنى نقدمها لكم هديتكم يعني حتى تعرفون ثمر جهودكم لا حرمكم ربي هذه الجهود وثمار هذه الجهود كونوا معنا في هذا الفاصل البسيط دعوتنا إلى الرحمن لرب واحد ديّا بموعظة وإحسان وجنب لين وحنان بها نلقى سعادتنا ونلقى الروح والريحان أشهد أشهد أن لا إله 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 إلا الله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رسول الله إلى الرحمن لرب واحد ديا بموعظة وإحسان وجنب لين وحنان بها نلقى سعادتنا اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على حمدنا إياك ونحسنا عليك لك الحمد كله ولك الشكر كله على نية وسره يا ربي لك الحمد أن استعملتنا في دينك فيا رب لا تحرمنا هذا الأجر ورزقنا الإخلاص والثبات حتى نلقاك غير مغيرين ولا مبدلين 2947 هي ثمار جهودكم نسأل الله لا يحرمكم هذه الأجور يعني قربنا 3000 وهذا ليس ببعيد بإذن الله طبعا نحسن نتوقف في هذه الحلقة عشان أيام الحج المباركات ثم نعود بعدها ونكون بإذن الله قد تجاوزوا 3000 بإذن الله تعالى نحتفل جميعا بتجاوز 3000 الليلة يا إخواني طبعا معنا شيئين الليلة سنذكر الآن سؤال الحلقة
انتبهوا معي يا أخوان أخواتي، طبعا تعرفون في جائزة كل حلقة سنسحب على سؤال الحلقة الماضية. سؤال الحلقة ركزوا معي يا أخوان أخواتي، سؤال الحلقة في هذه الليلة يقول: كم عدد لغات، كم عدد لغات موقع دار الإسلام التابع لمكتب الدعوة وتوعية الجاليات والربوة؟ كم عدد لغات دار الإسلام التابع لمكتب الدعوة وتوعية الجاليات والربوة؟ يعني سيكون دائما آخر الأسبوع اللي هو يوم الثلاثاء القادم الساعة 6 مساء آخر موعد للاستقبال. عيد السؤال سم، يقول: كم عدد لغات موقع دار الإسلام التابع لمكتب الدعوة وتوعية الجاليات بالربوة؟ هذا السؤال جاوبوه، يعني خذوا الميكروفون والآن السؤال ظاهر على الشاشة. طبعا طريقة الإجابة الأخوان المخرجين الحبيب سيخرج الطريقة على الشاشة، شو الآن ظاهرة على أمامكم الآن طريقة إرسال الإجابة، وتذكروا هذه طبعا هي وردت في التقرير، إذا جت الإعادة أو تدخلون الموقع ستعرفونها بإذن الله تعالى، ويعني جهد جميل منها تتعرفون على الموقع وتكون جاهزين للدعوة، ومنها أيضا يتم الإجابة على هذا السؤال وهو سهل ميسر بإذن الله تعالى. طبعا سؤال الحلقة الماضية اللي هو كان: أذكر وسيلة دعوية ميدانية لدعوة غير المسلمين. أذكر وسيلة دعوية ميدانية لدعوة غير المسلمين، هذا كان السؤال الأسبوع الماضي. هذه بعد الفرز الأخوان جابوا لنا الاختيار، ولعل الشيخ صالح يختار لنا. بسم الله، يعني لا تزعلون، لا تزعلون على اللي ما فاز، زعلوا على الشيخ صالح طبعا، ما أنا خارج الموضوع. طيب نقول ما شاء الله، طبعا تتوقعون يعني أنثى أو ذكر اللي فايز؟ لعل حظ الأخوات كان جيد. الأخت الفائزة معنا حنان قايد أحمد، حنان قايد أحمد هي من فازت. سم شوي، سم حنان قايد أحمد هي من فازت بجائزة الأسبوع الماضي، فتتواصل مع الأخوان حتى تستلم الإجازة في مكتب الدعوة في الربوة، تتواصل مع الأخوان أو يذهب المحرم أو هي للقسم النسائي لتستلم الجائزة من الأخوان في مكتب الدعوة وتوعية الجاليات في الربوة، لا حرمهم ربي الأجر. أخواني الحبايب مخرجنا كم باقي من الوقت؟ باقي وقت واجد ولا 6 دقائق؟ يعني 5 دقائق. جميل شيخ محمد وبسرعة عشان لا أضيع نهو في عصر السرعة. طيب انقري بتدقاقامي يه اهون يعلن بيت سمون كجزياتو تشلو مرت بكان درجة مرت أسر قناتو تشندهونو يتقلل صبتنو نبيو محمد صلى الله عليه وسلم بالنزي زت أني ناصر قناتو تشست ميسروت من نيوم ملك سرا من داو كبار اندهوننا يهين نيمت أنو سرا بينور عند سو هيوتون جنزبونا نبرتون يزو لهيمانو تقلبلو وتوسيا بكا ሳይ መለስ የቀረሰው ብቻ የሚያገኘው ምን አይነት ነገር ነው የሚያገኘው በማለት ይሄን ትልቅ ውድና ብርቅዬ ተግባራት መሰራት ያለበት የሚያነሳሳ ልዩ አጋጣሚ እንደሆነ ያሳየናል። በዚህ አጋጣሚ ሙስሊም ያልሆኑ ወገኖቻችንን ሴቶችንም ወንዶችንም ትልቁንም ትንሹንም በዚህ አጋጣሚ መንጋብዘበት ልዩ አጋጣሚ አለ። እሱ ምንድነው? ከሃይማኖቶች ሁሉ ወደ ብቻኛና አንድ አምላክ ፈጣሪ የሚጣራ ብቻኛ ሃይማኖት እስልምና ነው። የሰው ልጅም የተፈጠረበት መሰረታዊ እምነትና ሃይማኖት ነው። ነቢያቶችን ሁሉ በጋራ ማንኛውም ነብይ የኔ ነብይ ነው ብለን በድፍረት እንድንናገር የሚያደርገን ብቻኛ ሃይማኖት እስልምና ነው። ወደዚህ እስልምና ሃይማኖት እንጠራችኋለን እንጋብዛችኋለን ነው የምንለው። ሐቂቃሁን ባለንበት ጊዜ ማፈር ወይም ደግሞ መፍራት ወይም ደግሞ መሸማቀቅ የሚያስፈልግበት ጊዜ አይደለም። ማንንም ሰው በራሱ ወስኖ አንድን ሃይማኖት በትክክል አጥኖ በተለይ አጥንቶ በተለይ እስልምናን አጥንቶ ወደ እስልምና በቀላሉ መግባት ይችላል። ምንም አይነት ተጽኖ ሳይያድርበት ማለት ነው። አይምሮን የሚያሳርፍ ልብን የሚያረጋጋ እንደ እስልምና ምንም ነገር የለም። ከጥቂት ጊዜ በፊት የተነገረው እስላም ሀውስ ራሱ موقع لاي ازا بنغبا عند سو بيغبا قطتا سلسلمنا بهايمانوتو بقوانقاو جبتو مانبيو يشلا ماننم سايفرا منم سايسغا لبون كفتو ودزي ممطاتنا انه اسلمنا مسلموچم ودزي هونت بمولو لبنا بدستا يغابزواچوال مسلمان هوناچو وگنوچ انيا لراساتين يمرطناون
ለናንተ ምን እንመርጣለን ወገኖቻችን የኛ ሰዎች ናችሁና ስለዚህ የከፋ ነገር ለእንድትወድቁ አንፈልግም የእምነት ነጻነት አለና በዚህ የእምነት ነጻነታችሁ ልባችሁን አይምሯችሁን ከፍታችሁ እስልምና ናምቡ ወደ እስልምና ነው ወደ እስልምና ከመጣችሁ እውነተኛ የመንፈስ ህይወትን መኖር ትችላላችሁ እውነተኛ የእምነት ህይወትን መኖር ትችላላችሁ እስልምና ከሌሎች ሃይማኖቶች እጅግ ብርቅዬና ልዩ የሚያደርገው ስለ ፈጣሪ ብቻኛ አምላክነት ስለ አላህ ብቻኛ አምላክነት የሚሰብክ ብቻኛው የዓለማችን ላይ የሚገኘው ሃይማኖት ነው በዚህ ሃይማኖት ስር ገብተን ሁሉም ነቢያቶች የኛ ይሆናሉ ከዚህ በፊት የወረዱ ሰማያዊ ሃይማኖቶች ሁሉ የኛ ሃይማኖት ይሆናሉና ለዚህ ትልቅ መድረክ እንጋብዛችኋለን በዚህ አጋጣሚ ወደ አላህ ተመለሳችሁ ወደ እስልምና ብትገቡበት ልዩ ውድ ጊዜ ነውና እነሆ ወደ እስልምና ኑ ብለን ጥሪያችንን በስፋት እናስተጋባለን ጀዛከላህ ኸይር ሼክ ሳሊህ في عجاله سريعه الان طبعا ذكرنا هذه قضيه هامه وقضيه مهمه جدا انا اريد يعني حقيقه يعني مدام معنا اخوه فاضل اكاديمي سواء مسلمين وغير المسلمين انا اريد ان ابين غير للمسلم فقط الان اهميه الدعوه سبحانه وتعالى وهذه يعني امانه ملقاه على عاتق كل انسان وهي اراده حب الخير للناس وهذه مهمه الانبياء كلهم اتوا بدعوه واحده واذكر هذا سيكون في اقل من دقيقه او في دقيقه ثم نذكر غير المسلم ان هذه الدعوه دعوه الاسلام التي ندين بها الحين ونؤمن بها الحمد لله هي دعوه الانبياء كلهم وهي الدعوه الحقيقيه ولن يقبل الله يوم القيامه الا هذه الدعوه هذا الدين جميل انتم دبل دلو شيخنا بزياده حج دماني نتم احواتنا اسلام كنزها خرم زلنا قداي عبي نغرالو نسو دماني انت منجد حق حيس كازلخا بزحات سبات الله انت يتسلمنا زي فلوتو سلازلو بصرفن بحيلن زي كونه الله سبحانه وتعالى اندك سبات كي تغددو سلازبله انت يزلكا اتي نبيات حيزو مودو موصو ناي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مدمدمتا قصالنت نايتوم قدميو زنبورو نبياتيو امو نتي ملكعن عبي وبدلو ملكعدلو اسلمنا بصبوق اغباب غيركاسكي አፋለጦ ሚኻ በልንስኻ ተሓታታ ኢኻ ጽባሕ ንግሆ ምኽንያቱ እቲ ሒዝካይ ዘለኻ ቁኑዕ ብዘይ ምብጻሕካ ጽባሕ ንግሆ ክልተ ሓቂ የለን እንተ ደኣ ንስኻ ኮይንካ ሓቀኛ ኣየጠራጥርን እዩ ንስኻ ሓቀኛ ምዃንካ ጽባሕ ንግሆ ብግቡእ ጌርካ ስለ ደየ ብጻሕካ ኣሎምን ተሓታቲ ስለ ትኸውን ብግቡእ ጌርካ ብፍልጠት ዝመልኦ ኣገባብ ከተፍልጥ ድማ ናይ ኩሉ ኣስላማይ ሓላፍነት እዩ ማለት እዩ ናዓም ሸክ መሐመድ ሁለት አጣጭር መዝጊያ ላይ እናስተላልፈው መልእክት ይኖራል የመጀመሪያው ሙስሊሞችን የሚመለከት ይሆናል ሙስሊሞች ያዛችሁት ሃይማኖት ያለንበት እምነት ብርቅና ውድ እምነት ነው እንወቀው እንማረው እንተግብረው ሌሎችንም እንጥራ አዛኝ መሆን መቻል አለብን እስልምና ከሚያስተምረን ነገሮች አንዱ መሰረታዊ ነገሮች አንዱ እዝነት ነው ለራሳችን ማዘን ለሰው ማዘን ይኖርብናል ሌላው ወገናችንን ሙስሊም ያልሆኑ ወገኖቻችንን በተግባራችን በንግግራችን በአግባቡ ወደ እስልምና መጣራት ይኖርብናል ይህ ትልቅ ኃላፊነት ነው የነቢያቶች የተከበረ ስራ ነው አላህ የመረጣቸው ፍጥረታት የተከበረ ስራ ነው ይሄን ስራ እኛም እንዳቅማችን መካፈል ይኖርብናል ወደዚህ ውድ እምነቱን ይዘን ደብቀን ከሌሎቹ ምናፍርበት ምንም ነገር የለምና ወደዚህ መጣራት አለብን ነው ሁለተኛው መልእክት ሙስሊም ያልሆኑ ወገኖቻችን ሲሆን ወደዚህ ብሩህ እምነት የመንፈስ እምነት የመረጋጋትና የሰላም እምነት እንሆኑ ከሙስሊሞች በፊት እስልምናን እዩ እስልምናን አጥኑ እምነቱን ተመልከቱ እና እነሆ ወደ እስልምና ብትመጡ ይህ ትልቅ አጋጣሚ ነው ለእናንተ ትክክለኛውን ህይወት ትኖራላችሁ እውነት ሁለት አይደለም እውነት አንድ ብቻ ነው ሊሆን የሚችለው አላህም የሚቀበለው ብቸኛው እምነት እስልምና ነው ለኛ የመረጠልን ወደዚህ እስልምና እንጋብዛችኋለን እንጠራችኋለን የመጨረሻ መልእክታችን ነው جزاك الله خير الشيخ صالح شكر الله لكم نشكر لك حقيقه تجشمك العناء والحضور لا حرمك ربي الاجر جزاك الله شيخ محمد نشكر لك الحضور ونسال الله ان يبارك في جهودكم وينفع بكم وسلامي وحبي للاخوان جميعا في المكتب وخصوصا في قسم الدعوه الافريقيه وهذا المكتب جميعا كلكم احبه واخوان وكلكم عينان في راس واحد نسال الله ان يبارك في جهودكم وانتم يا اخواني بعد شكر الله سبحانه لكم شكر خاص على تفاعلكم ودعمكم الشكر ايضا بعد شكر الله سبحانه وتعالى للاخوه في مكتب الدعوه تبعية الجاليات بالربوة على رعاية هذا المكتب ونشكر لهم جهودهم الطيبة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تنوعت وسائلهم نسأل الله أن ينفع بها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر
ولله الحمد كما بدأنا بالتوحيد نختم بالتوحيد ونحمد الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد الطيبة المباركة. نسأل الله أن يحفظ علماءها وولاة أمرها ومواطنيها وحجاج بيت الله الذين قدموا من أصقاع الدنيا استجابة لأمر الرب سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفر لهم الرعاية الكاملة والأمن والاستقرار وأن يؤدوا هذا الحج وهم في أمن وأمان. كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جنودنا البواسل في داخل بلادنا وعلى حدودنا وأن يجزيهم عنا خير الجزاء كل من شاره وكل من بذل من ولاة أمر ومن دعاة وعلماء ورجال الأمن والمسؤولين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء على هذه الجهود الجبارة، ليست جهود بل هي جهود جبارة في خدمة دين الله تعالى وخدمة بيته الكريم. ونفخر نحن جميعا أبناء هذه البلاد أن الحرمين في هذه البلاد وهي منبع التوحيد ووهج الرسالة. وكما قال بعض المشايخ ما دامت هذه البلاد فيها هذان المكانان المقدسان مكة والمدينة وهي ترى حلقات التحفيظ ومكاتب الدعوة سبحانه وتعالى فلتبشر بالخير. حتى ألقاكم في الأسبوع القادم أترككم في رعاية الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. الأسبوع القادم ما في شيء بعد الحج إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأن يهدي بك الرحمن فؤادا حائر الوجدان، فذلك يا أخي خير من الأموال والولدان.